اهلا بحضرتكم مره تانية. تعالوا نتكلم شويه على بعض الاخبار المحليه تحديدا وفيما يتعلق بمنتخبنا الوطني بالامس اللي علقنا على ادائه. للاسف اداء كان سيء جدا ما فيش اي شكل، لكن في كل الاحوال هننتظر الافضل خلال الفتره اللي جايه. الاتحاد المصري لكره القدم النهارده بيعلن يعني عن غياب محمد صلاح عن مباراه اثيوبيا المقبله اللي هتقام في ملاوي بسبب إصابة بشد في العضلة، فبالتالي صلاح مش هيكون موجود. وكمان سلبية مسحة الشناوي بنقول له الحمد لله على السلامة إضافة كبيرة لمنتخبنا الوطني، فبالتالي هيكون مع البعثة مؤكد. وإصابة تريزيجيه بأيضا شد عضلي في أثناء عملية الإحماء قبل مباراة الأمس، إن شاء الله نتمنى له الشفاء والعودة سريعا لأن تريزيجيه لعيب مهم جدا للمنتخب بصراحة. طيب، حساب في الجول كمان بيأكد على تعافي محمد الشناوي من فيروس كورونا بعد تحول مسحته الى سلبيه، ويخضع اللاعب لمسحه مسائيه تحدد على نتيجتها موقفه من التدريبات. ففي كل الاحوال خلاص الشناوي بقى مؤكد مسحته سلبيه وهيكون متواجد في التدريبات بشكل طبيعي. خلينا كمان نروح ليلا كوره، وبيقولوا وحسامه على تويتر بيقولوا في تغييرات محدوده ومشكله مستمره، خمس دروس مستفاده من اول ظهور لإيهاب جلال مع منتخب مصر. خلينا اقول لحضراتكم يلا كوره يعني كاتبين ايه بنظره تحليليه. قالوا ان في خمس دروس مستفاده من اول ظهور لإيهاب جلال، تغييرات في اضيق الحدود، وده فعلا امبارح يعني حصل، وتحس ان التغييرات على مضض كده شويه. كابتن إيهاب جلال لا يثق في مصطفى محمد، ما اقدرش اجزم بيها، لكن مصطفى امبارح نزل وجاب هدف الفوز، واللي انا شايف ان قفشه كمان لما نزل امبارح غير شويه من طريقه لعب المنتخب وشكله في الملعب. وفي نقطه يا جماعه مهمه قوي، هو والله ما بقاش عيب ان احنا نلعب 4-2-3-1، مش عيب يعني. خلاص ممكن كل العالم بيلعب مثلا 4-3-3 وكلام من ده تمام، لكن احنا امكانياتنا ما ينفعش معاها غير 4-2-3-1، فايه المشكله ما نلعب 4-2-3-1؟ ما حدش هيقول لك ايه اللي انت عملته ده يعني، برضه هم ادرى يعني. المشكله مستمره رقابه صلاح تعني شل حركه الفراعنه، ده اللي احنا قلناه. محمد صلاح فعلا لما بيبقى عليه رقابه تحس ان مش عارفين نعمل ايه، فدي جزئيه مهمه لازم نشوف لها حل. تابع صدمة المونديال تطارد المنتخب طبعا اكيد، لان كان حلم كبير بالنسبه لنا وكنا قربنا منه. التاهل لامم افريقيا لن يكون سهلا، ده امر مؤكد برضو يعني، من ضمن الحاجات اللي بيعلقوا عليها حساب يلا كوره. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر من مصر الرياضي، واللي بياخدوا او بيتكلموا عن تصريحات المدير الفني لمنتخب اثيوبيا، واللي بيقول سنفوز على مصر في ملاوي. تصريحات يعني بتحفز وبتخلق دوافع بالنسبه له بالنسبه لمنتخب بلاده اللي خسر المباراه الاولى من ملاوي 2-1، وهي في نفس الوقت بصراحه المباراه صعبه لان احنا عندنا غيابات كتير في المنتخب. والبعض ممكن يقول لك دايما ما هو المفروض منتخب مصر ده ما يتاثرش بالغيابات، المفروض بس الواقع بيقول غير كده تمام. فالراجل يعني كلامه كله عن المباراه، قال لك انا تابعت مباراه مصر وغينيا، كانت مباراه قويه بين المنتخبين، هي ممكن ما كانتش قويه بصراحه ولا حاجه، اعلم ان منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وان هو هيحاول ان هو يعني يفوز على المنتخب، ان شاء الله يكون توفيق حليف منتخب. طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا يلا بينا.